موعد جديد للملعب عبر الرياضية، أنا محمد خاتم، السلام عليكم. 60 دقيقة نحن وإياكم نقف فيها وسط الملعب وفي على الملعب، نتابع الأحداث كلها ونتحقق عما فيما ورائها ونأخذ آراء نقادها. كل هذا وأكثر في كل حلقة من حلقات الملعب، والتي قبل أن أعرف بضيفي هذه الحلقة أذكركم بالعناوين. لأول مرة الانضباط الآسيوية تعاقب لاعب بسبب تغريدة. أحمد عسيري تبقى 10 أيام على إنهاء علاقته بالاتحاد، والنجوم يفجر الثالث مفاجأة كأس الملك ويقصي نجران. هذان العنوانان بصورتين مختلفتين. إذن العناوين الثلاثة لهذه الحلقة هي العناوين الرئيسية، وفي الحلقة في ثناياها الكثير من الأخبار التي لم تظهر في العناوين والتي سنناقشها مع ضيفي هذه الحلقة. معي هنا بالاستوديو الأستاذ بدر الرويس الناقد الرياضي. بدر أهلا وسهلا. مرحبا أخي محمد، مساء الخير عليك طبعا وعلى السادة المشاهدين. حياك الله بدر. عبد الغني الشريف الكاتب والناقد الرياضي. عبد الغني أهلا وسهلا، معنا من جدة. أهلا محمد، مساء الخير، أمسي عليك وأمسي على زميل بدر وعلى المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة. حياك الله بوجودكما. خلونا في البداية نبدأ بخبر انطلاق حفل الفروسية على كؤوس ملوك السعودية. اليوم قام نادي الفروسية بالرياض حفل السباق الكبير على كؤوس ملوك المملكة العربية السعودية السابقين وكأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز رحمه الله، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، وذلك وعقب نهاية الشوط الثالث من مسافة 1800 متر على كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز رحمه الله. الفئة الثانية سلم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز الكأس ومبلغ 250 ألف ريال لشالح بن فهد العضياني بعد فوز فرسه جيرة شاهين بالمركز الأول في هذه المسابقة. وتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني الفائز مركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله فئة ألف أو فئة واحد ومبلغ 400 ألف ريال لشرف محمد الحريري بعد فوز الجواد ليمان. وسيختتم حفل السباق الكبير غدا على كأس الملك سعود بن عبد العزيز وكأس الملك فيصل وكأس الملك خالد بن عبد العزيز. كان أيضا في حفل اليوم الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، توج الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بمبلغ 400 ألف ريال بعد فوز الفرس كافلة والتي فاز بها توجهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد، وتوج الأمير خالد بن عبد الله بفوزه بكأس الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. نشوف هذا اللقاء في أرض الميدان بعد هذه المسابقة. سعد مشاهدي الكرام في هذه اللحظات ان يكون معي سيدي صاحب السمو الملكي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ورئيس مجلس اداره نادي الفروسيه. اولا نهنئكم اليوم بفوزكم من خلال كافله بكاس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا سعيد جدا اليوم في هذه المناسبه، وحقيقه ليس مهم عندي اني انا اكسب السباق بقدر ما عندي اني اكسب اكبر مجموعه اليوم الحمد لله من المشاهدات والمشاهدين الجمهور اللي جو حضروا اليوم، وأنا أشكرهم جدا الحقيقة، وأشكر الحقيقة أصحاب السمو اللي جو شرفونا في هذا الحفل، أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أخي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وأخي الأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز. وأتمنى إن شاء الله بكرة تكون نفس الشيء في نفس المستوى. ومثل ما قلت لك يعني حنا الحقيقة يهمنا نكسب، ننبسط نكسبنا، لكن حقيقة لأول مرة أشعر أني ما أزعل لما أحد ثاني يكسب ويجون يسبقون سباقاتنا، فأنا مبسوط لهم
ومبسوط جدا الحقيقه ان هالكرنفال ان شاء الله ينجح ويصير في المستوى. بالتاكيد احنا ندعو بالرحمه لسيد خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب الفكره والتي تبلورت اليوم في عهد سيدي خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسيه. سمو الامير اليوم كيف شاهدت الناس؟ كيف شاهدت الحماس اللي موجود في نادي الفروسيه اليوم غير عادي؟ يعني ربي لك الحمد والشكر، اليوم اثبتت الفروسيه قديش لها جمهور وموجود، لكن كان في تقصير من الاعلام وانا اوجهها عليكم انتم رجال الاعلام، لانه اليوم يوم وجهتوه بالطريقه الصحيحه شوفوا اليوم كيف العالم جو والناس وحضروا. اتمنى يا رب ان شاء الله انهم يكونوا انبسطوا، اتمنى انهم قضوا يوم كامل عندنا يكون غيروا فيه جو. من اجمل اللحظات اللي تعيشها الواحد هنا انت ويا عائلتك واولادك واطفالك في مناسبة مثل هالمناسبة هذه، أنا أشكرهم جميعاً وأسعدوني جداً في وجودهم، يا رب إن شاء الله نشوفهم طول السنة في كل السباقات القادمة. إحنا اللي شاهدناه اليوم المميز حماس أبناء الملوك اليوم بتواجدهم في الميدان ومشاهدة السباقات وأيضاً يعني استذكار لملوك قدموا أشياء الكثير لدينهم ثم لوطنهم. هذا واجب على كل واحد فينا اليوم، احتفالية في ملوك خدموا وطنهم، خدموا بلادهم، خدموا شعبهم بكل وفاء، بكل إخلاص، بكل صدق. وبادلهم شعبهم الحمد لله رب العالمين بكل الوفاء والصدق والمحبة. اليوم الحمد لله حنا نشوف كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ثم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في هذا اليوم وسيد الأمير بدر بن عبد العزيز. بكرة إن شاء الله راح يكون فيه كأس سيدي خادم الملك خالد بن عبد العزيز وسيدي الملك فيصل بن عبد العزيز وسيدي الملك سعود بن عبد العزيز، اللي اتمنى يا رب ان شاء الله نلاقي كمان نفس الجمهور او اكثر ويشاركونا في الفرحه. قلت لك اليوم الفرحه اللي احنا نحس فيها، يعني انا فرحان مع كل انسان فاز اليوم في هذا السباق، واهنيه من كل قلبي واقول له الف 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 مبروك. طيب هي فرصه اليوم سمو الامير نعطي رساله للناس نقول لهم يا جماعه الخير شوفوا فروسيتنا وشوفوا نادينا تراه جميل. اليوم الجمهور الناس خلف الشاشات اليوم يتابعونا، ايش الرساله اللي توجهها كرئيس مجلس اداره نادي الفرس؟ انا اتمنى الحقيقه اللي في خلف الشاشات انهم يجون يحضرون فعليا معنا هنا، واتمنى اللي حضروا معنا اليوم فعليا انهم يعيدونها ويكررونها. اتمنى ان نشوفهم بس مو في السباقات الكبيره فقط، انما في كل السباقات اللي ممكن الحقيقه انها تكون، ارجو انهم يجون يشاركونا ان شاء الله. اذا كان هذا الحديث الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني واحد يعني المهتمين بهذه الرياضه العربيه الاصيله والتي اهتم بها ملوك المملكه العربيه السعوديه طوال التاريخ. واليوم كانت ثلاث جوائز لثلاث مسميات لثلاثة كؤوس لكأس الأمير بدر بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز والملك فهد بن عبد العزيز. تحدث كثيرا في هذا التقرير عن كثير من الجوانب وعن الحضور الجماهيري الغفير قد يعتبر أحيانا غير مسبوق بهذا الكم من العوائل وبهذه الطريقة من الحضور، ويعني دعا الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر حتى نشاهد مثل هذا الحضور. تفاصيل أكثر عن ما حدث في نادي فروسية اليوم وهذا الكرنفال الكبير ستشاهدونه في رسالة خاصة عن هذه المسابقة والجوائز والسباق بذاته بعد نهاية برنامج ملعب مباشرة بإذن الله. إذا كان هذا أول أخبار هذه الحلقة. ثاني الأخبار هو اليوم لجنة الانضباط عاقبت لاعب على سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هو ما ضرب في الملعب، ما بصق في الملعب، لا هو غرد واليوم عاقبوه. الخبر نصه هو في حالة تعتبر الأولى من نوعها. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم معاقبة لاعب بسبب استخدام عبارات مسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. اعتبرت اللجنة تياغو نيفيز لاعب الهلال السابق لاعب الجزيرة الإماراتية الحالي بأنه خالف المادة 57 من لائحة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من نسخة 2014 بعد أن قام بنشر عبارات مسيئة للحكم بمباراة الفريق قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2015 بين الأهلي الإماراتي والهلال السعودي بتاريخ 20 من أكتوبر 2015. قررت اللجنة تغريم اللاعب 25,000 دولار، إيقاف أيضا مباراة في بطولة الأندية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن يتم تعليق عقوبة الإيقاف لمدة 2 عامين، حيث أنه في حالة ارتكاب اللاعب مخالفات للائحة الانضباط فإنه سيتم تلقائيا إعادة فرض عقوبة الإيقاف مباراة، وكذلك في حالة إعادة ارتكاب المخالفة فإنه سيتعرض لعقوبات أشد.
طبعا الخبر اللي اللاعب نيفيز كان يلعب في الدوري السعودي مع الهلال لسنوات مضت، رحل البرازيل وعاد للهلال، بعدها ذهب مع بداية الموسم الحالي للجزيرة الإماراتي ويلعب في الدوري دوري خليج العربي في الإمارات الآن. هذه التغريدة كانت قبل أو بعد مباراة للهلال مع الأهلي الإماراتي. الأهلي الإماراتي هو طرف إذن في هذه القضية، والتي كانت تغريدة نيفيز تختص بتلك المباراة. عن هذا الأمر مدير الفريق الأهلي الإماراتي الأستاذ أحمد الطيب ينضم معنا للحديث عن هذا الخبر وبعض التساؤلات حوله. الأستاذ أحمد الطيب أهلا وسهلا. مساء الخير أخوي، وأنا أحب في البداية أصحح الاسم، أنا اسمي أحمد خليفة حماد، أنا المدير التنفيذي للنادي الأهلي. المدير التنفيذي أحمد خليفة حماد، ونعم طبعا نعم أنا الخطأ في الاسم والخطأ في المنصب. جميل، أنا لا هذا الخطأ من عندي أجل الشباب، أعتقد رسولي عذرا طبعا على هذا الخطأ، ولو أنه نتشرف فيك أستاذ أحمد خليفة الحماد المدير التنفيذي لنادي الأهلي الإماراتي. أولا حياك الله معنا في الملعب، ثانيا أنت شفت الخبر يمكن اليوم وشفت ردود الفعل حوله، يعني الناس تقول انه العقوبه على لاعب في نادي زميل بالنسبه للاهلي الاماراتي وهو نادي الجزيره الاماراتي وفي ذات وبخصوص مباراه كان طرف فيها الاهلي، الناس مباشره ربطت انه الاهلي الاماراتي تقدم بشكوى، ما حقيقه تقدمكم بشكوى على نيفيز اثر هذه التغريده؟ حقيقة في البداية يعني أنا أستطيع أن أؤكد أن إحنا في النادي الأهلي ما تقدمنا بأي شكوى بخصوص هذه التغريدة أو غيرها من التغريدات اللي دائما نشوفها، يعني الناس تتكلم وتعبر عن آرائها وتعبر عن عواطفها ويعني حبها يعني أو ارتباطها بنادي سابق أو نادي يعني جماهير تشجعه، وإحنا بالنسبة لنا هاي التغريدة نيفيز يعتبر كأنه واحد من الجمهور، يعني لأنه ليس طرف له في الهلال ولا هو في الأهلي، بالتالي هذا من يعتبره واحد من الشارع الرياضي، ويمكن عاطفته أنه يعني كان لعب في الهلال وقضى سنوات وعنده ذكريات وعنده أشياء مع في الهلال، يمكن بهالسبب كتب هاي التغريدة، لكن إحنا طبعا ما التفتنا لها ولا ندري عنها، ولغاية اليوم لغاية ما سمعنا اليوم أن في عقوبة صادر من لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وما كنا على علم بها، وحتى أنا تكلمت مع الأخوان في نادي الجزيرة سألتهم عنها اليوم، طبعاً إحنا عارفين من الشخص أو الجهة اللي رفعت التغريدة هاي وقدمتها بشكل شكوى إلى الاتحاد الآسيوي، بالنسبة لنا إحنا مجهولة، كذلك الأخوان في نادي الجزيرة مجهولة، شفناها وانا في حقيقه الامر مستغرب، يعني حتى عقوبه غريبه جدا، يعني ان اول مره اشوف ان فيها ايقاف تنفيذ لمده موسمين، لان نعرف ان الاتحاد يسوي دائما يعاقب يعني بالنفاد، ما يكون فيها وقت تنفيذ. جميل. وحتى لو الفريق طلع تنفذ على المستوى المحلي، لكن وهكذا حقيقه لان احنا الجهه اللي رفعتها مجهوله بالنسبه لنا، بالتالي يعني لاش احنا ما تهمنا التغريده، ما تهمنا احنا في النادي الاهلي، ما تهمنا، ده هناك اراء كثير من الشارع الرياضي. طيب. بعضها تتكلم عن الحكام، بعضها تتكلم راي في اداء اللاعبين، في طريقه المدرب، في طريقه كذا، اراء الشارع الرياضي. استاذ احمد ما يعني نتركها لكل واحد حريه التعبير ونحترم الاراء كلها. جميل، اذا انت تعتبر تصرف وانتم في النادي الاهلي تعتبرون تصرف نيفيز هذا طبيعي وما ضايقكم، وبالتالي لم تتحركوا في هذا الشأن، بل أنكم استغربتوا حتى يقع هذه العقوبة على نيفيز، هذه خلاصة صحيحة؟ طيب صحيح. أنت قلت أنكم تواصلتوا مع نادي الجزيرة اليوم وكان التواصل، هل نادي الجزيرة كان يعتقد أنه نادي الأهلي الإماراتي هو من تحرك بهذا الشأن من سبيل نادي الجزيرة؟ أبداً تكلمت اليوم مع الأخ عايض مفخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وهم عارفين أنهم عندهم فكرة عن الموضوع هذا، وصلهم وصلتهم اوراق يعني من السابق يعني قبل اليوم من الاتحاد الاسيوي. جميل. بهالخصوص طبعا لان اللاعب لاعبهم فوصلتهم اوراق قبل ايقاع العقوبه عليه. افاده. فعندهم فكره عن الموضوع وعن اللي صار يعني. جميل. لكن احنا كنادي الاهلي ما عندنا فكره اساسا ولا تابعنا حتى نجي. عندك خبر اذا كانوا بيستأنفون احمد؟ اذا عندهم نيه الاستئناف؟ قالوا لك شيء بهالخصوص؟ نعم. قالوا لك شيء بخصوص استئنافهم عن هذا القرار؟ لا ما اعتقد انهم بيستأنفون، ان العقوبه مع ايقاف التنفيذ مدة سنتين. طيب يعني ما
ما مستاهل يعني الواحد يستأنف ويشغل نفسه بأمور. من المستفيد من إيقاع عقوبة على نفز؟ لذلك من تتوقع يعني له مصلحة في أن يبحث خلف إيقاف نفز هذه المرة؟ والله ما عارف يعني ما بعرف يعني. لن يكون الاتحاد الإماراتي مثلاً بحجة. لا لا لا. الاتحاد الإماراتي. الاتحاد الإماراتي كذلك مضطرف. صاحب علاقه في الموضوع اساسا يعني الكلام مش موجه الى الاتحاد الاماراتي او حكام الاتحاد الاماراتي او جميل. او مباراه مقامه تحت يعني مظله الاتحاد الاماراتي. اي صحيح صحيح. الاتحاد الاماراتي ما يقدر. لا لانه البعض السد احمد ذهب الى انه الاتحاد الاماراتي بحيث انه ما تصير بعض التدخلات او مشاحنات ما بين يعني لاعب في نادي اخر ضد فريق في 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 منافسه اخرى. لاجل هذا كان السؤال. لا 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 ما اعتقد. لا 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 الاتحاد الاماراتي اكبر عن هالتصرفات. جميل جميل. واكبر عن الامور هذه والعلاقه حتى العلاقه اللي ما بيننا احنا والعلاقه بين الاخوان. جميل واضح استاذ احمد خليفه. علاقه يعني جيده وحتى احنا في يعني من اربع ايام احنا في لاعب منتقل من نادي الجزيره. صحيح صحيح واضح جدا. استاذ احمد خليفه الحمادي مدير تنفيذي لنادي الاهلي الاماراتي يكرر اعتذاري عن نطق الاسم في بدايه خطا. شكرا جزيلا على هذا الحديث لبرنامج الملعب والذي قال فيه المدير التنفيذي لنادي الاهلي الاماراتي انهم لم يتقدموا باي شكوى على تياغو نيفيز لاعب الهلال السابق لاعب الجزيره الحالي اثر على يعني خلفيه تغريدته التي كانت عن حكم مباراه الاهلي الاماراتي مع الهلال السعودي في نصف نهائي اسيا. قال اننا لم نتدخل بل اننا نستغرب ايقاع هذه العقوبه كما ان نادي الجزيره وصله خبر عن هذا الامر من قبل. واستغرب حتى نص القرار بإيقاع وقف التنفيذ بدرا كان من تعليق. واعتقد انه القرار يعني ما هو غريب خصوصا انه تقريبا في عام 2014 الاتحاد الانجليزي سبق واوقف مدافع كوينز بارك رينجرز اللي هو ريو فرديناند على خلفيه شد وجذب مع مشجع في تويتر. يعني ما هو ما تهجم على مثل نادي او تهجم على احد الزملاء اللعيبه، لا تهجم على مشجع رد عليه في تويتر. يعني يقول انه المشجع يعني غرد ريو فرديناند انه انت لاعب سيء فريقك يحتاج افضل منك، فهو طبعا راح ورجع وعلق على هذا بالفاظ سيئه. فانا اقول ما هي طبيعيه، يعني امر عادي لانه خصوصا تويتر يعتبر حساب رسمي للاعبين، حساب رسمي لكل من ينتمي طبعا سواء للوسط الرياضي او عفوا الوسط الرياضي او اي عمل اخر. فالاتحادات سواء الاتحادات الاقليميه او الاتحادات المحليه هي تعتبر تويتر مصدر رسمي، تاخذ اللاعب يصرح بكامل اهليته بكامل قواه يصرح وتفرض عقوبات. يعني انا اشوف انه تويتر يعني اللاعب تويتر مزعج للاعب، يفترض انه اللاعب ينأى عن تويتر. بس سالفه المدير الانجليزي هذا انه ممكن نفس الرابطة أو النادي الخصم أو بأي طريقة كانت أو أي لا أو حتى لا تدخل محامي في موضوع برفع شكوى، لكن في موضوع نفز تحديدا من قد يشتكي نفز؟ وإذا كانت لجنة الانضباط اتخذته يعني بدون شكوى وهذا يعني غير يعني غير مذكور في 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 قرارها هذا، لكن إذا كانت اتخذته من غير شكوى أيضا نتوقع أنه الاتحاد الآسيوي يتابع حسابات كل اللاعبين قد يكون في 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 نصف الأرض. قد يكون حسابات اللاعبين، يعني اللاعبين الأندية المؤثرة في المسابقات الآسيوية، يعني ما هو كل من شارك في المسابقة الآسيوية. أيضا قد يكون النادي الأهلي الإماراتي. طبعا الاهلي الاماراتي يقول احنا ما ندخل، هو يتكلم كمدير تنفيذي لكن قد يكون بالسر، يعني في موضوع لانه من المستحيل انه اي شخص يعني يبحث عن عقوبه طرف اخر او لاعب من خصم من فريق اخر. أيه. من الصعب انه يطلع يقول لك انا اللي سربت المعلومه. أيه. او انني ارسلت التغريده. أيه. فهذا امر طبيعي، يعني قد يكون من النادي الاهلي الاماراتي، قد يكون من الاتحاد الاسيوي، يعني ما جميل. ما هو قضية الـ من سرب أو من أرسل هذه التغريدة، القضية أنه الاتحاد الآسيوي طبق عقوبة. أتمنى أنه جميع اللاعبين يعون هذه العقوبة ويبتعدوا عن تويتر. جميل. بدر أخذها من ناحية إيجابية عبد الغني أنه هذه العقوبة يعني تجعل من اللاعبين يهتمون أكثر بما يكتبون في تغريداتهم. أنت كيف شايفها هذه العقوبة هذا التوقيت، وأنه الأهلي الإماراتي يقول إحنا ما ندخل أصلا حديث الأستاذ أحمد الحمادي؟ شوف، أولا أعتقد أنه يعني بالتأكيد أنه الاتحاد الآسيوي ما اتخذ العقوبة إلا أكيد أنه وصل له شيء معين، سواء ممكن من لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي
او من اي طرف حكام على تغريده مثلا، ولا انه يعتقدون انه اساء للحكم يعني، ممكن اذا كان يعني انه كان مثلا انه التغريده هذه فيها اساءه للحكم. لكن انا يعني اللي بستغرب انه هو ما كان طرف يعني، لا مع في النادي هذا او النادي ذاك، او حتى ما كان مشارك في كفريق وحتى في البطوله نفسها. هذا اللي استغربه. لكن زي ما قال بدر، اعتقد انه هي شيء ايجابي للاعبين عندنا، سواء في اللاعبين المحليين، ليس حتى في تويتر يعني، في السنابات، في اي شيء اخر. اعتقد انه اذا كانت انه هذه الامور تدخل الان ضمن نطاقات اللجان الانضباط، فاعتقد انه لابد انه كل لاعب يكون حذر في كل تصرفاته، في كل اموره. وهذه اعتقد رساله ايجابيه، المفروض انه تكون دافع للاعبين. اما التوقيت الاتحاد الاسيوي، ساعات احيانا بنشوف منه اشياء غريبه جدا، فما اعتقد انه حيكون في شيء جديد يعني. واضح. الخبر الثاني في هذه الحلقة هو عن قائد نادي الشباب أحمد عطيف، والذي أكمل 6 أسابيع من مرحلة العلاج الطبيعي، والتي تستمر 2 إضافيين في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، بعد أن تعرض إلى إصابة قطع في رباط الصليبي. من ألمانيا حيث المركز، حيث الحالة يعني، حيث العلاج للكابتن وقائد نادي الشباب ولاعب المنتخب السعودي السابق أحمد عطيف. ينضم إلينا أحمد عطيف. أحمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أخوي حبيبي. حياك الله أحمد. أحمد، كيف هي الأمور؟ أنت طلعت معي في بداية الإصابة عندما كان التشخيص في الرياض، وكنت يعني بروح إيجابية معينة، وقلت أنه راح أرجع إن شاء الله في فترة قادمة. اليوم 6 أسابيع هي المتبقي من مرحلة العلاج الطبيعي في ألمانيا، صحيح؟ ليتك تطمن الناس على الحالة، وماذا سيحدث بعد هذه الأسابيع 6؟ أول شيء الحمد لله، هذا بفضل الله وقضاء وقدر صحيح من رب العالمين والحمد لله. الشيء الثاني، يمكن أنا جريت العملية في 14 الشهر الماضي، عبارة عن عملية رباط صليبي في أحد المراكز الألمانية هيسنبرغ مدينة أكسبورغ على يد الدكتور بونش. الحمد لله العملية تمت بفضل الله وبنجاح، ولازلت أواصل العلاج الطبيعي في نفس المركز التأهيلي تبع العيادة. قضيت 6 أسابيع ولازال هناك إن شاء الله 2 أسبوع متبقية أو 18 يوم تقريبا، راح أكمل فيها البرنامج التأهيلي والحمد لله الأمور طيبة. طيب الشهرين الإضافيين هذه طبيعية يا أحمد؟ الشهرين الإضافية هذه طبيعية وكانت مقررة من قبل ولا زادت؟ لا لا، هي مقررة من قبل تقريبا. ومع الدكتور هنا أوصلني كان أكمل الفترة هذه لحد ما أخلص الشهرين، وبعد كده راح أرجع له إن شاء الله في الصيف قبل ما أبدأ الإعداد مع الفريق في الدائم. الصيف تقصد نهاية الموسم ولا بعد نهاية الموسم؟ والله تقريبا اتوقع والعلم عند رب العالمين بدايه الموسم. قبل بدايه الموسم في التوقف لنهايه الموسم راح اكون متواجد مره ثانيه هنا في المانيا. راح يصير كشف واختبارات قبل ما يكون قبل ما يعطيني الضوء الاخضر الدكتور. جميل. مرة إن شاء الله ترجع بالسلامة أحمد. بس بدر الرويس ضيفنا في الحلقة عنده مداخلة. بدر أحمد، الأول الحمد لله على السلامة وطهور، لا بأس إن شاء الله. طبعا أنت أحمد، الله يسلمك أخوي بدر. طبعا أنت أحمد لاعب لك تأثيرك وثقلك الفني. ما أسمعك زين يا بدر والله. أقول أحمد، أنت لك تأثيرك وثقلك على مستوى نادي الشباب وأيضا على مستوى المنتخب السعودي. أنا أتمنى من أحمد أنه ما يستعجل على العودة، أنه أحمد يركز في علاجه الطبيعي ويركز في التأهيل بشكل كبير، لأنه أنت فعلا لاعب مهم ولاعب مهم في الخارطة السعودية. في الكثير من اللاعبين لما واجهوا مشكلة الرباط الصليبي أو أي إصابات مختلفة استعجلوا على العودة، ومن ثم يعني انضر اللاعب وأيضا عاد مرة أخرى للإصابة. فأنا أتمنى منك أحمد أنه أنت تركز على نفسك وعلى علاجك الطبيعي، وأتمنى أنك ترجع بالسلامة وتمثل ناديك وتمثل المنتخب السعودي. أحمد، في شيء تضيفه؟ الله يخليك ومشكور يا أخوي بدر. شيء ثاني تعقيبا عن مسألة الاستعجال أو ما الاستعجال، أول شيء أنا ماشي على برنامج معين من قبل الدكتور اللي وضع لي اللي أجرى العملية،
وتقريبا المتعارف عليه في عمليات رباط صليبي او في عمليات رباط انه يحتاج من 6 شهور 7 شهور، فلما تحسبها اني انا ما راح ارجع الا بدايه الموسم لما يكون 7 شهور إلى 8 شهور. جميل. من المانيا احمد، كيف شايف شكل الشباب من بعيد؟ انت كيف شايفه عكس يمكن في داخل الميدان اليوم؟ انت من بعيد زيك زي باقي الجماهير الشبابيه على الاقل في المتابعه والملاحظه لما يحدث داخل الملعب، كيف شايف وضع الشباب؟ هل نقول هذا الموسم انتهى بالنسبه للشبابيين، ولا انه في منافسات قد يكون الشباب له كلمه فيها؟ اكيد رغم البعد عن الشباب الا اني قريب اكيد من النادي ومن لاعبين ومن اداره. الشيء الثاني اكيد الوضع اللي كان في الفتره السابقه من الشباب كانت اكيد ما هي جيده بالنسبه لنادي الشباب، ولا هو متعود عليه، ولا هو هذا طموح نادي كبير زي نادي الشباب. الشيء الثاني بجهد الاداره عبد الله القريني برئيس النادي دالجريني وإدارته وأعضاء شرفة، أنت قاعد شايف الفترة السابقة في خلال الشهرين الماضية صار في تعديل وفي تحسين وأكيد راح يبذلون قصار جهدهم حتى يرجعون الشباب للمكان الطبيعي. ولا زال أكيد منافسات عندنا، منافسة كأس الملك أكيد من البطولات الغالية علينا، وإحنا دائما ننافس في جميع البطولات لأن نادي الشباب نادي كبير ولها سجلة في الخارطة السعودية في الدوري السعودي. طبعا الشباب الثاني أكيد المنافسة في الدوري إذا قال أن الشباب يطمح حتى لو كان بعد عن المنافسة على تحقيق اللقب، يطمح للمشاركة في البطولة الآسيوية للمراحل للمراكز المتقدمة حتى الموسم القادم بيكون أفضل من كذا إن شاء الله يا رب. جميل، هذه التطمينات للجماهير الشبابية. الشباب دائما يعود إذا كانت البداية ليست على ما يرام فهو يعود، والحالات كثيرة في نهاية الموسم. شكرا أحمد عطيف، إن شاء الله راح نتابع معك في القادم إن شاء الله ما يحدث في مراحل العلاج. نتمنى أن تعود سالما وتقبل يعني تحيات زملاء في الملعب والذين دائما يتابعون كل الحالات للاعبين المواطنين حين خروجهم للعلاج. عبد الغني الشريف، كيف شايف احمد عطيف هذه يعني هذا التفاؤل من جانبه في العوده في وقت يعني مميز، وايضا يعني اطلاعه والتزامه بهذا الجدول جدول العلاج اقصد؟ اهم شيء يعني الشيء الايجابي انه اللاعب عنده ثقه في نفسه انه قادر ان شاء الله على العطاء وقادر على العودة بشكل إيجابي. برضو شوف الالتزام مهم جدا، يعني دائما اللاعب يكون حريص على نفسه، هذا مصدر رزقه. لازم يكون حريص على برنامج العلاج، على برامج التقوية وكذا. ويمكن بس الرسالة اللي أنا أتمناها فعلا، يعني إحنا نتمنى في السعودية أنه زي ما نشوف في أكاديمية سباير في قطر، نتمنى نشوف في مراكز تأهيل في السعودية، لأنه بصراحة يعني شيء متعب برضو حتى اللاعب لما يكون عايش بعيد عن أهله وكذا. يعني السؤال يعني إلى متى إحنا بنشوف يعني معسكرات خارج المملكة؟ شوف حتى التأهيل والعلاجات والإصابات كله خارج المملكة. نتمنى الحين التفكير في جولات خارج المملكة، شوف دوري خارج المملكة، فهذه المشكلة جدا. أنا أتمنى فعلا بصراحة أنه عندنا الحمد لله عندنا كوادر وعندنا إمكانيات عالية، لكن أعتقد أنه إلى الآن التفكير من رجال الأعمال قليل جدا للشيء هذا. جميل. أحمد عطيف في غيابه مؤثر في الشباب، ولا لو كان موجود أحمد عطيف في ظل الخارطة الشبابية التي ظهرت نهاية الدور الأول أو منتصف الدور الأول بمستوى يعني لم يكن جيد للمتابعين ولم يكن مرضي للشبابيين، هل وجود احمد عطيف لوحده كان مؤثر، ولا احمد عطيف وغيره لن يصلحوا حال الشباب الحالي؟ لا اعتقد انه احمد عطيف من ضمن احد العوامل المساعده لتحسين الصوره في نادي الشباب، خصوصا انه احمد هو قائد الفريق، هو كابتن الفريق، هو يعني الاكبر سنا في الفريق، وله كلمته في اللاعبين، له كلمته في تهيئه الجو الصحي من اللاعبين. قد تكون مشكله بين لاعب وبين اداره النادي، بين لاعبين زملاء ايضا 2 لاعبين او اكثر في الفريق، فقد يلعب دور كبير، لانه شفنا احمد له دور كبير حتى على مستوى اللاعبين في الفريق الاول، ايضا على مستوى الفئات السنيه. جميل. يعني دوره مؤثر جدا، والشباب افتقدوا، واحمد من ضمن العوامل التي لو كانت موجوده قد انه يتحسن وضع نادي الشباب سواء فنيا او على مستوى حل المشاكل الدائره في النادي. جميل.
نفى أحمد عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، نفى اليوم الأنباء المتداولة عن تجديد عقده مع النادي الغربي. قال عسيري عبر حسابه على إنستغرام أن الأنباء المتداولة عن تجديد عقده مع النادي غير صحيحة، وأشار إلى أنه ما زال ملتزم بعقده مع النادي والذي يتبقى منه 10 أيام. كانت تقارير صحفية أشارت الجمعة إلى موافقة عسيري على تجديد تعاقده مع النادي، فيما كانت ألمحت ذات التقارير أو تقارير سابقة إلى وجود شرط لدى عسيري للتجديد، وهو الحصول على شيك مصدق بالقيمة المالية. طبعا احنا في برنامج الملعب تواصلنا مع اللاعب، زملاء تواصلوا معه، نحترم رغبته الكبيرة هو ووكيل أعماله أيضا أستاذ ذيب الدحيم في عدم التحدث خلال هذه الأيام العشرة حتى يعني تتضح الأمور لديهم أكثر. هذا ما حدث بالنسبة للاعب أحمد عسيري، والذي هو بدر مع عبد الفتاح ومع بجندوح، ينتظر الجماهير الاتحادية أو تنتظر يعني حسم هذا الملف، والاتحاد هو الذي لم يتعاقد حتى مع لاعب آسيوي. البعض ربط هذا عدم التعاقد هذا أن النادي يريد أن يستخدم ما لديه من سيولة في تجديد مع اللاعبين، والبعض الآخر يقول هذا مؤشر إلى أنه لا يستطيع التجديد مع اللاعبين. وشوف المثل القائل له فاقد الشيء لا يعطي، يعني الاتحاد عنده أزمة مالية، واللاعب أكيد أحمد عسيري يبغى مقدم يبغى عقد يعني في السنة لا يقل عن 5 إلى 6 مليون بما هو متعارف عليه. طبعا هذا غير نظام لجنة الاحتراف اللي هو 2,400,000، لكن اللاعب من تحت الطاولة أو بشيك مصدق من النادي يصرف في حين معين أو في تاريخ معين. أحمد عسيري يرغب في مبلغ عالي، لأنه في جميع اللاعبين السعوديين الآن مبالغهم طائرة جدا، يعني حتى اللاعب لو ما كان يستحق، بخلاف أحمد عسيري أو غيره، حتى لو اللاعب لو ما كان يستحق أو لاعب توه ناشئ صاعد في الفريق الأول لعب مباريتين أدى في مستوى كبير يطالب بعقد ضخم وعقد مالي، لأنه البيئة الكاملة الصورة عن اللاعب السعودي طبعا اللاعب فيما بينهم متضخم الأسعار فأنا أعتقد أنه الاتحاد طالما يعاني من مشاكل مادية فالأولى هو التركيز على الفريق، وأيضا الأولى التركيز على النجوم الذي من المفترض يجدد معهم النادي. أحمد عسيري ليس بذاك اللاعب المؤثر في نادي الاتحاد مثل عبد الفتاح عسيري، مثل جمال بجندوح، فأنا من وجهة نظري هو يلعب أكثر منهم، ترى يلعب أكثر منهم لأنه عندهم عبد الفتاح عسيري بعض الأوقات إصابات، جمال بجندوح كان المدرب السابق لا يرغب في اللاعب إنه غير مقتنع في اللاعب، فهذا اللي أثر على مستوى جمال بجندوح. لكن من وجهة نظري طالما الاتحاد عنده مشاكل مادية لا ترهق نفسك كنادي الاتحاد بديون أعلى وبديون أكثر، خصوصا إنه أنت ما سجلت لاعب آسيوي، فأنت طالما أنت ما سجلت لاعب آسيوي أنت عندك تخطيط أو فكرة إنه قل الصرف المادي أو إنه عدم استزادة. يعني إذا كانت مطالبات أحمد عسيري زيادة لا يحرصون كثير مش سواء زيادة، يعني إذا في حد المعقول وما قدرت نادي الاتحاد طيب. فمن باب أولى إنه نادي من مستعد يأخذ يدفع في أحمد عسيري؟ ما أعتقد إنه أحد مستعد الآن، كل الأندية مقتربة، كل الأندية عندها مشاكل الآن، الأندية تطالب في قروض عن طريق البنوك. يعني في بالك بيدفع في أحمد عسيري مثلا 5 مليون في السنة. جميل. عبد الغني، تعتقد أن مطالبات أحمد عسيري ووكيله هذه لها يعني لها ارتباط معين بما يحدث في السوق، خلينا نقول من أسعار اللاعبين، ولا عدم يعني هم أكيد ما تصرفوا هذا التصرف مع الإدارة الاتحادية في حال عدم التجديد إلا وهم عارفين أنهم حاطين خطوتهم القادمة على 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 عروض قادمة قوية؟ أنت شايف أن البيئة الحالية للأندية مستعدة لدفع مبلغ أكثر من الذي قدمه نادي الاتحاد وهو 1,400,000 سنويا لأحمد عسيري؟ أعتقد أنه الأندية الآن في وضع صعب جدا لا تدفع، يعني يمكن شفنا حتى في الفترة الشتوية انكشفت الأمور بشكل كبير، يمكن الأندية قليلة جدا يعني اللي قدرت أنها توفي أو حتى تتعاقد، يمكن باستثناء الأهلي هو الوحيد اللي خارج المنظومة، الباقي أعتقد كلهم كان مشاكل. يمكن نشوف خلنا نتكلم إبراهيم بلوي يمكن بيواجه مشاكل 4 ملفات يعني متعبة جدا، فهد المولد، أحمد عسيري، عبد الفتاح عسيري، جمال بجندوح. أنت لما
يعني اربع لعيبه اساسيين عندك يعني من عناصر اساسيه تنتهي عقودهم في توقيت واحد وانت تحتاج تجديد وانت اصلا ما عندك سيوله، وحتى الناس المفروض انه كانوا في ظهرك يعني انسحبوا من المشهد، فاعتقد انه بصراحه الوضع صعب جدا. من اللي كان في ظهر ابراهيم يعني بلوي يعني خلينا نتكلم منصور البلوي، يمكن هو من الناس اللي قال يعني انه انسحب منصور كان يعني في ظهر ابراهيم انسحب، يعني اكيد انه ما هو واضح في المشهد يعني انت الان يعني لو كان المفروض يمكن يشتغل الرجال لسه ما انتهت الفتره، بس انت الحين خلاص الوقت صعب جدا، يمكن حتى باقي على الرئاسه 3 شهور تقريبا اعتقد انه تنتهي الرئاسه. المشهد في الاتحاد يعني اعتقد انه صعب جدا، لانه حتى في تباعد في اعضاء الشرف، يمكن في فترات كان تلقى مثلا في عضو شرف يجي يتكفل بيحط من تحت الطاوله او بيحاول انه يدعم، الان اعتقد الوضع صعب جدا. يعني ما بتكلم حتى في الاتحاد، في اغلب الانديه الان يعني كل الانديه بتعاني الان ماديا، ما في يعني حتى مع الوضع يعني حتى مع الوضع الاقتصادي على مستوى العالم الوضع الان صار مخوف جدا، والاسعار بصراحه يعني شوف نادي الاتحاد الان بيقدم لك اللي هو اعلى سقف اللي هو 2,400,000 او 2,500,000. للاسف لجنه الاحتراف يعني الطريقه اللي اوجدتها انه خلاص 2,500,000 لا، وفتحت طريق اخر انه ممكن تعطي اللاعب شيك، يعني ما سويت شيء جديد. العقود التضخميه اللي حاصله في اللاعبين السعوديين اذا ما اوقفت انا اعتقد انه في خلال سنتين او 3 سنوات ما حتلقى، اعتقد انه حتى لعيبه الاجانب الانديه من الصعب انها تستطيع انها تجيب. هذا ملف كبير عبد الغني، بس نتكلم اليوم كيف لاداره الاتحاد ان تتصرف مع احمد عسيري، وكيف لاحمد ووكيل ان يتصرفوا مع هذه الفتره وهذه الازمه التي تعصف بكل الانديه. انا اعتقد انه يعني انا لو رئيس نادي الاتحاد الان انا اشوف مقدرتي الماديه، اذا عندي المقدره اني اتعاقد عندي الان 4 لاعبين هم اشوف من الاولى اني ممكن يستمروا حتى لو كان على حساب اني ما استطيع اني اجيب لعيبه اجانب، الاولى اني ابقى على اللاعبين النجوم اللي عندي اللي ممكن يفيدوني، او غير كذا اني خلاص من الصعب بصراحه انه يكون او انه اعطي هذا الامر اذا كان اعضاء الشرف او اي ناس قادر انه ممكن، او اخليه للرئيس الجديد، لكن الوقت اعتقد انه صعب جدا انه يخليه، لانه يعني يمكن احمد عسيري بعد 10 ايام بيكون خلاص انتهى موضوعه نهائيا. طيب من النادي اللي تتوقع انه بحاجه احمد عسيري وقد يتدخل؟ البعض يتجه الى انه فقط نادي الاهلي هو الوحيد اللي مستقر ماديا، لم يقترض ما شاء الله. الشباب اليوم اعتقد يعني ظهر انه سيقترض، سبق النصر والهلال وكان صاحب المبادرة الاتحاد. هل الأهلي ممكن يحتاج لأحمد عسيري، ممكن يدخل في خط المفاوضات مثلا، والله ممكن دخل بالفعل حتى؟ شوف انا اقول لك يعني لا اعتقد انه الان الاهلي ما دخل في اي في المفاوضات، لكن اعتقد انه الاهلي حتى في الدفاع يعني عنده ما شاء الله معتز، عنده محمد فتيل، عنده اسماء كثيره. لكن ممكن في انديه ممكن تحتاج، يعني عندك النصر مثلا عنده مشاكل في الدفاع، في بعض الانديه عندها مشاكل، ممكن اللاعب برضه يعني بيسحب، ممكن بيجي له عرض اكثر من 2.5، ممكن يجي له عرض 3 مليون او 3.5 مليون، ممكن يفكر انه يروح. لكن احنا نتمنى ان شاء الله انه الانديه بتعود بشكل افضل وانه تتجاوز الازمه الماديه اللي هي فيها الان، لانه هذا مهم جدا عوده الرياضه السعوديه بشكل جميل. افضل. جميل. بدر انت شايف في نص الخبر انه احمد عسيري يعني يطالب بشيك مصدق لاداره الاتحاد حتى يوافق على عرض المقدم، يعني هل مساله شيك مصدق مهمه في ظل انه اليوم كل الانظمه تكفل للاعب يعني الحصول على حقه سواء عاجلا او اجلا؟ اليوم تمسك بهذا الشرط تحديدا هل ترى مبرر بالنسبه للاعب؟ اي مبرر، لانه الشيك المصدق هو اوثق من توثيق العقد في لجنه الاحتراف. اي بس ما راح يزرفون اكيد، لانه خلاص الالتزام وتوقيع عقد. لا هو اللاعب ايضا لا تلوم اللاعب، عارف انه النادي مقبل الان في ازمه ماليه عاليه خانقه مثل الانديه الاخرى، فاللاعب يضمن حقه. انا كلاعب لما اوقع مع نادي ويرسل التوقيع للجنة الاحتراف والتصديق في لجنة الاحتراف، أنا لاعب راح أطالب في لجنة الاحتراف متى؟ راح أطالب في الفترة الشتوية المقبلة. لكن لما يكون شيك مصدق لا، هذا وضعيته تختلف عن هذا، حتى يخرج من نطاق لجنة الاحتراف. طيب هو شايف وضع النادي المفروض يتصرف صرف. طبعا ما أتكلم من أحمد عسيري كشخص، بس أنه أي الآن لاعب يعني ينظر نفسه فقط، ولا عليه ان ينظر نفسه حوال النادي الحاليه، يضغط نفسه يضغط النادي، يحاول يوازن بالامور أيضاً؟ محمد ما الذي يجب ان يفعله في هذا؟ احنا ما نلوم اللاعب بيامن المستقبل، هذا مستقبل، واللاعب له الحقيقه يطلب الرقم الذي يريد. ايضا هناك نادي الاتحاد لابد ان يجتمع مع اللاعب، يوضع حد معين لهذه الاشكاليه من الجانب المالي، ومن ثم يكون اتفاق. لكن اللاعب انا بشوف انه اللاعب لا يلام في المبلغ الذي يريد، لانه المجال مفتوح للجميع. الانديه كلها تاخذ اللاعبين بالباطن، يسمى بالباطن، ومن ثم اللاعب له حق انه يتمرد على ناديه، وله حق انه يطالب في مبالغ عالية. جميل جميل. اذا هذا كل شيء في هذا المحور. خلونا نروح فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
رسالة وجهها لأبطال الحد الجنوبي، بيض الله وجهكم، بأمثالكم نفخر، وأنتم عزنا وأنتم شرفنا وأنتم حماتنا بعد الله سبحانه وتعالى. رسالة وجهها لكل من شاهدنا الآن، ادعوا لهم ولا تحرم لهم مدعا، لأن هذا طلبهم الوحيد. حق واجب علينا على كل رياضي وكل مواطن سعودي، لابد ان نزور اخواننا المصابين، هذول اللي احنا براحه وامننا في هالبلد بعد الله سبحانه وتعالى بالمجهودات اللي قاعدين يسوونها اخواننا بالحد الجنوبي كلهم، وهم بعد المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. وارجع اقول لك، ممكن لو نمسك كل واحد من اخواننا الجنود البواس القبل على الراس ما نوفيهم حقهم، بيض الله وجيههم ان شاء الله، يرجعون مشافين مع فيهم لاهاليهم ان شاء الله ولوطنهم ولنا كلنا يا رب العالمين. من توفاه الله فقد فاز بشرف الشهادة، ومن أصيب فقد نال شرف الجهاد. والموجودين في الحد الجنوبي بإذن الله فيهم الخير وبركة، نحن معكم بالدعاء وقلبا وقالبا معكم، وندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق، وأنتم حماة الوطن، ونحن في بيوتنا مع أبنائنا ومع أطفالنا نعيش في رغد وفي أمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهودكم و عزمكم وشدة بأسكم في الحدود الجنوبية بإذن الله تعالى، منصورين بإذن الله تعالى، ونراكم في أحسن حال إن شاء الله. بكل أمانة الشيء اللي أنا شفته اليوم، إنه يعني جينا زيارة مصابين، لكن لو وجدنا إنه معنوياتهم ما شاء الله مرتفعة، واحد فيهم يعني مصاب ما شاء الله عليه يقول ودي أرجع مرة ثانية، فهذا دل من الناس ما شاء الله قوية من داخلهم، فأتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية يا رب. طبعاً أول شيء نتمنى لهم الشفاء العاجل، وطبعاً كثير يتمنى انه يكون في مكاننا يعني هذا اليوم، كثير يتمنى انه يزور ابطال الوطن، يعني احنا منحنا هذه يعني الفرصه ونتشرف فيها، وهذا واجبنا واقل من واجبنا يعني تجاه ابناء الوطن. اخواننا الجنود في الحد الجنوبي، واخواننا في الجبهه، واخواننا المصابين، احنا معاكم يعني قلبا وقالبا، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق دائما وابدا. اخواننا المجاهدين المرابطين في الحد الجنوبي، اسال الله ان ينصركم ويثبت اقدامكم وأن يعجل بنصركم، وأما إخواننا المصابين أسأل الله أن يشفيهم ويرفع عنهم، وأن يبدلهم أن يبدل سيئاتهم حسنات، وأن يشفيهم بأسرع وقت إن شاء الله. قدامكم العافية وألف لا بأس. أهلا بكم من جديد إذن في برنامج الملعب. تحدثنا قبل الفاصل عن خبر لاعب أحمد عسيري، وأيضا عن تغريدة نيفز التي أوقف بسببها من الاتحاد الآسيوي، بعض التفاصيل. الآن خلونا نشوف النتائج، المفاجآت في كأس خادم الحرمين الشريفين لا زالت قائمة عندنا اليوم. كان نجوم فجر ثالث المفاجآت في كأس الملك، وأقصى نجران الخبر إذن كان عن أن النجوم فاز على نجران بهدفين مقابل هدف في مباراة يعني ظهر فيها النجوم بمستوى مغاير، وهزم فيها نجران، وهو لم يكن الأول ولا الأخير. في الفتح كان أيضا خسر من الحزم، وقبله الجيل أيضا خسر أو فاز على الفيصلي. الهلال عانى الأمرين أمام النهضة قبل أن يعني ينقذ نفسه في آخر دقائق تلك المباراة، ف
فالمفاجآت مستمرة. عن فوز النجوم تحديدا اليوم على نجران ينضم إلينا المدرب الوطني مدرب نادي النجوم خالد العطوي. كابتن خالد أهلا وسهلا. عليكم ومسي عليك وعلى الإخوان المشاهدين والمستمعين الله يطول عمرك. شاكر لكم إتاحة الفرصة. حياك الله خالد الفرصة لك. كابتن اليوم أول شيء ألف مبروك على نتيجة اليوم. نادي النجوم يظهر بصورة مختلفة، هو في المركز 13 إن صحيح لي في الدوري الدرجة الأولى، ومع ذلك يفوز على أحد فرق دوري جميل. الله يبارك فيك أخوي وطول عمرك خليك إن شاء الله. فعلا إحنا مركزنا مع الأسف يعني متأخر في دوري الدرجة الأولى، لكن للأمانة يعني إحنا في الدوري واجهتنا بعض الصعوبات والنقص في بعض المباريات، هذا اللي سبب لنا شوي تراجع في المركز وخسرنا بعض النقاط بسبب بعض الظروف اللي مرت على الفريق أثناء الدوري. لكن الحمد لله رب العالمين اليوم ظهرنا مستوى يعني مرضي لنا والحمد لله الله وفقنا بالنتيجة الحمد لله. مبروك. من نجران إلى الهلال، أنتم بتقابلون الهلال في دور 16، كيف هي الأمور؟ كيف شايف نفسيات اللاعبين؟ يعني كيف بتصير طموحاتكم هالموسم؟ هل تحسين وضعكم في مؤخرة ترتيب الدوري الدرجة الأولى، ولا محاولة مواجهة الهلال بوضع أفضل مما كنتوا عليه؟ والله يا أستاذ الكريم أنت تعرف يعني إحنا كنادي حديث يعتبر على 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 الساحة الرياضية على مستوى المسابقات الكبرى في المملكة العربية السعودية، يعني هدفنا الرئيس ان 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 ان, أن نبقي الفريق موسم اخر في دوري الدرجه الاولى، خاصه ان نادي ضعيف امكانياتنا الماديه وعناصر الفريق اللاعبين يعني عمرهم التدريبي في الانديه قليل وخبراتهم على مستوى المسابقات الكبرى قليل جدا. جميل. جدا ولا يذكر اصلا. صحيح. مباراتنا مع الهلال مباراه للتاريخ، يعني احنا مو خسرانين شيء. احنا الله وفقنا الحمد لله واكرمنا اليوم بالتاهل لدور 16، اذا الله كتب لنا اداء مميز ومشرف والنتيجه في علم الغيب. صحيح. امام الهلال. لكن كيف اللعب قدام فرق جميل اليوم؟ جربت قدام نجران. انا تكلمت مع اللاعبين، العب للاستمتاع. كل شيء تسويه داخل الملعب في كرة القدم للاستمتاع لك أنت. والاستمتاع جاب لهم بطاقة تأهل. أنت كلاعب وكفريق. صحيح. طبعاً فقط للتذكير، أنت كابتن خالد صعدت بالنجوم خلال 3 مواسم الماضية من دوري الدرجة الثالثة للثانية. نعم. من الثانية للأولى. ننتظر شيء جديد إن شاء الله مستقبلاً، لكن هذه وسر هذه الطبخة كيف وش اللي كان؟ والله قبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى. احنا فريق كنا قبل 3 مواسم بالضبط في دوري الدرجه الثالثه دوري المناطق، الله اكرمنا بفضل الله ثم تكاتف مجموعه اعضاء مجلس اداره، وانا اشكر لهم ثقتهم صراحه فيني واستمرار لاربع مواسم متواصله مع الفريق. الجهاز الفني اللي معاي، المساعد، الجهاز الاداري، كلهم هذول، هذه منظومة عمل متكاملة الحمد لله، متكاتفين، لاعبين لديهم الرغبة لديهم الطموح، لاعبين صغار في السن لكن تنقصهم بعض الخبرة، وإن شاء الله بإذن الله تسعفنا الخبرة وتبقينا في دوري الدرجة الأولى بإذن الله. كابتن خالد العطوي شكرا جزيلا على هذا الحديث، ونعود التبريكات عليكم بعد الفوز اليوم على فريق نادي نجران متواجد في دوري الجميل نادي النجوم الذي صعد به خالد من دوري الدرجة الثالثة للثانية للأولى، واليوم يفوز على أحد فرق دوري الجميل. قال أن مباراة الهلال القادمة ستكون أيضا للاستمتاع بالنسبة لفريقه، سيطلب منهم الاستمتاع داخل المباراة، ويعني يتوقع يقول ما خلنا خسرانين شيء ومن ممكن نظهر بنتيجة إيجابية. عبد الغني كان من تعليق على هذا الحديث. اولا نبارك للفرق الصاعده، فريق النجوم يعني بصراحه يعني شهاده يستحقونها بامانه، يعني فريق اول سنه بيلعب في الدرجه الاولى، يعني يمكن زي ما قلنا من الدرجه الثالثه للثانيه للاولى، وللاسف انه مدرب وطني، حتى ما شفنا الاتحاد السعودي لكره القدم يعني قام بتكريمه، يعني بصراحه يعني هذا انجاز، لو اعتقد لو سواه مدرب اجنبي كان احتفلنا فيه احتفالات كبيره جدا. لكن يمكن الشيء الغريب اللي انا لاحظته، يعني شوف مسابقات الكاس ممكن يكون فيها مفاجاه
مفاجأة ومفاجأتين، لكن الآن إلى الآن إحنا عندنا أربع مفاجآت وكلها مفاجآت ترى قوية جدا. لما يخرج التعاون هو من الفرق الآن في المركز الرابع أو الخامس، لما بيخرج مثلا الفتح وفرق في الوسط، الفيصلي فرق الوسط، يعني حتى نجران بعيد حتى جزئيا عن المؤخرة. أعتقد أنه الفرق هذه كان تركيزها يعني فترة المعسكرات ما كان تركيزها بشكل ممكن، فترة التوقف أثرت عليها، أو الفرق الأخرى كانت أكثر جاهزية وكان الدوري الدرجة الأولى كان شغال. فأعتقد أنه شيء إيجابي أنه نشوف مثل هذه المفاجآت ونشكر الفرق هذه اللي تأهل. جميل بدر، كان من تعليق على مسألة هذا الحضور لنادي النجوم اليوم، هذا الحديث أيضا اللي كان نقول خالد. طبعا النجوم لا يقاس ب، طبعا هو حقق إنجاز ونبارك لكل الفرق المتأهل، لكن لا يقاس بمثل ما حققه المتزل، ما حققه الحزم، لأنه نجران طبعا أوضاع متردية جدا، يعني وجوده في الدوري المحترفين يعني فريق سهل جدا، فريق عنده أوضاع مختلفة عن جميع الأندية، فريق لا يلعب في مدينته، ليس لديه موارد مالية. هل هذا يعني أن النجوم يقدم من الثانية للأولى يفوز عليه؟ كيف؟ هل هذا يعني أنه فريق جاي من درجة الثانية وأول سنة دوري درجة أولى ويفوز عليه؟ أي فريق في هذه الظروف؟ لا في هذه الظروف في نادي نجران، نادي نجران مقبل أنه أي فريق ممكن يفوز عليه، لأنه نادي لا رواتب للاعبين، لا دعم مادي، لا مقر إداري، لا مقر للاعبين، يعني نادي يعاني من مشاكل كبيرة، فالتشتت عند اللاعبين، التشتت عند الإدارة، ضف على ذلك أنه النادي يركز على عدم الهبوط. يعني نادي النجران أنا أعتقد أنه ما يلام أمر طبيعي، لكن إحنا لما نتكلم عن المتزل اللي أخرج التعاون وأحرج التعاون صحيح. هذه المفاجأة الحقيقية، لما نتكلم عن نادي الحزم أيضا هذه مفاجأة حقيقية، الجيل فاز على الفيصلي نعم. الجيل أيضا، لكن المتزل هو اللي يعني فعلا أثبت مفاجأة حقيقية نعم. جدا صحيح. أي على التعاون ممكن يكون للاستعدادات في بداية الموسم، أنه عفوا في إيقاف بعد التوقف، يعني اليوم الأندية الممتاز ترجع مباشرة، بينما أندية الدرجة الأولى هي منافستها مستمرة. لا هو شوف أنت لما بالطريقة هذه لابد نقيس أنه إذا تقابلت فرق من أندية الدوري الممتاز لكن من أندية الدرجة الأولى وما تحت طبعا فأعتقد أنه ما له علاقة في جميل جميل. هذا كل شيء في هذا المحور. خلونا أيضا في مباراة الأهلي والطائي، أمس الأهلي فاز بثلاثة صفر في مباراة شهدت ثلاث ركلات جزاء للنادي الأهلي. خلونا نشوف تصريح أو تقرير ما بعد المباراة، وفي تصريحين لرئيس النادي ونائب رئيس النادي وكذلك لاعب الأهلي بخشوين. الحمد لله مباراة هذه مباراة كؤوس تحتاج النتيجة ما تحتاج المستوى، لكن مقارنة يمكن في مباراة السابقة أعتبره مستوى جيد بعد التوقف وبعد عودة تعتبر التوقف ما كانت تعتبر مباراة الجيد، تعتبر مباراة التعاون زي ما أنت تفضلت هي الاحتياطين هذول كلهم أعطوهم ما لقوا في المباراة الماضية، واليوم الحمد لله يعني كان مطلوب أنك أنت تشرك أكبر عدد ممكن لأنك أنت جاي فترة ضغط تحتاج أن يكون عندك أكبر عدد جاهز من اللاعبين. عودة منصور الحربي عودة كلها يمكن من منتظرين سواء كإدارة أو كجمهور، والحمد لله منصور اليوم كان موعد وإن شاء الله من مباراة لمباراة يزيد الرتم حق ارتفاع مستوى منصور بإذن الله. ما أتوقع في إشكالية يمكن بين اللاعب المدرب، لكن كأي لاعب دولي متعود على اللعب في المباريات وأجواء المباريات يحس فيه، وهذا الشيء إحنا مقدرينه للاعب، هذا من حرص أنا أعتبره لأن اللاعب على اتجاه نادي يعني كان لا تنسى برضه في نفس الفانا في اللاعب محمد شيف، واللاعب محمد شيف يجي مستوى طيب وإن شاء الله يكون بالعكس منافس بين محمد وبين منصور. والله هذا الموضوع هنا هو من الطرفين لأنه يكون في تضاد في المباريات ويكون في تداخل في البطولات، في الأخير يعني يجب أن تعطي كل بطولة حقها، وفي الأخير هدفنا الأول إحنا الدوري. الله يبارك فيك، أنا أحب أبارك في الجماهير وفي أحب أبارك في الجهاز الفني والجهاز الإداري، والحمد لله قدرنا نكسب تلنقاط وقدرنا الحمد لله اليوم شفنا الفريق الحمد لله يعني أدى أداء الحمد لله، والكثير من اللاعبين يعني إن شاء الله حيعمل يندرب إن شاء الله عملية تجويد لهم كاملة، البطولات عندنا طويل والموسم طويل والحمد لله على كل حال. كل مباراة إحنا يعني لو تلاحظ كل مباراة يلعبها المدرب بخطته وبتكتيكه، كل مباراة مباراة الحمد لله عودة موفقة، وشوفنا اليوم منصور ما شاء الله تبارك الله يعني رجع وأتمنى له التوفيق المشي تمام، ما في إشكاليات بس عدد المدرب يعني كان عبد الشافي كان موجود وكان
الاخوان على قولهم. فحتى قبل فتره يعني كان بيلعب مباراه واصيب في التمرين. مباراه ايش؟ والله ما افتكرها. في الدوري كان حيلعبه بس سبحان الله اصيب في التمرين. الحمد لله منصور رجع ومنصور هذا هو مع يعني الشيء اللي عهدناه منصور هذا هو منصور. لا مش ظروفه لا بالعكس فريق الطائف فريق كبير الحمد لله يعني وفريق قليل بس اقول لك يمكن المدرب عنده لعيبه يكونوا جاهزين. عبد الشافي عنده اصابه اعتقد ان ثلاث اسابيع يكون في التشكيله. لا بالعكس مستوى انا شايفه بعد التوقف شايفه جدا طيب. جات الهجمات سجلنا انا شايف المستوى جدا كويس. بالعكس فريق الطائر زي فريق وكانهم طلعوا في الدوري ادينا حقه نازلين من البدايه يعني مركزين جدا مركزين الفريق كان الحمد لله يعني وما شايف اي تهاون من لعيبنا. منصور لاعب كبير يعني في اي وقت كان المفروض انه يرجع من اول يعني رجع لحين منصور لاعب كبير متعود على الاجواء هذه كان اليوم في يومه ان شاء الله دائما يكون والله مسجد الموضوع زي ما هو يعني بس الناس بيقولوا جماهير الاهلي خاصه بيقول وليد مثلا بيساوي النادي الاهلي ولسه بيساوي النادي الاهلي لاعب عشير شباب ولده في كافه الكور يعتبر بيته الاول اللي برسمي صعب انه وليد يساوي النادي الاهلي كل ما في الموضوع قدموا لي عرض قدمت لهم لا يعني ما زودت او حاجه عندي هو في البدايه نفسه لازم نوصل نقطه الالتقاء يعني خلال 10 ايام بس ان شاء الله غير الهوية وانا ان شاء الله ما حنختلف. والله وليد ما يقدر حتى لو جاته مغريه صعب اي نادي يقدم له الحين لازم ادخل لفتره الست شهور عشان اي نادي يقدر يفوضني رسميا. جميل. هذا حديث إذن عمر بخشوين لمحور النادي الأهلي ورئيس النادي ونائب عن مباراة الطائي التي كان فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف تأهل على إثر لدور 16. في هاشتاج برنامج خالد يقول إن شاء الله راح يسجل عسيري في الاتحاد ولن يذهب. حاجز السواد يقول مساء اليوم صارت نادي نجمة تتحول إلى حلبة مصارعة والاتحاد السعودي لا جديد. نصراوي تيما هناك صحفيون يسؤون للوسط الرياضي في تويتر وعندما يستضاف في أي برنامج يقول عكس ما يكتب في تويتر ويقارنها بحالة معاقبة نفز من خلال تويتر يعني وكأنه يعني يقيس هذه بتلك. شكرا لكل من شارك في هاشتاج العالم في هاشتاج برنامج الملعب. عبد الغني الشريف كان من تعليق سريع وكلمة أخيرة عن خبر الأهلي الأخير أو تقرير الأهلي الأخير. أعتقد أنه فوز الأهلي فوز منطقي فوز إيجابي مهم جدا أنك ترجع بعد العودة بيكون جميل. عامل إيجابي خاصة أنه عندكم مباراة قوية جدا أمام التعاون المقبل. صحيح عبد الغني. شكرا عبد الغني الشريف كاتب النقد الرياضي كنت معنا من جدة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا بدر الرويس كاتب الرياضي والناقد شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لآرائك. شكرا محمد وأيضا شكرا للزميل عبد الغني وان شاء الله نكون يعني ظهرنا بحلقه جيده للمشاهدين ان شاء الله. تقبلوا تحيات الزملاء فهد السبيعي وصالح المرشد وعبد الرحمن الناصر من الاعداد ومن الاخراج سعد الفهري ومن جميع الزملاء هنا بالاستديو وبالكنترول وفي كواليس القناه الرياضيه. موعد جديد سيكون غدا باذن الله وحلقه جديده من الملعب. حتى غد كونوا في رعايه الله.